شيء نحن بحقيقة نحن بعالم وين عم تزيد التنافسية، لو كان بالشرق الأوسط أو كان بالعالم عم نشوف إنه التنافسية عم تزيد أكثر وأكثر بين كل المنتجات. فأنا أكيد مقتنع إنه التنافس أدائه ورح يكون بالابتكار بالأفكار الخلاقة ونفس الشيء بالتغيير وبالتحسين للعالم. وقت بيكون عندنا أي ابتكار جديد أو innovation بأي product عم نطلقه بالسوق، كتير بهين علينا الكونسبت اللي بنعتمده وقت بنكون عم نعمل دعاية، لأنه نحن عادة وقت بنشتغل لا أي دعاية تنعمل أي دعاية نتكل على شيء اسمه unique selling proposition. شو بقدم هالبرودوي شيء يونيك بالنسبة للcompetitors أو لغيره من products بالسوق. في ابتكار بمكون السلعة، في ابتكار بتغليف السلعة، وفي ابتكار بالترويج للسلعة، وكل نقطة من هالنقاط بيلعبوا دور الحقيقة. ما في شك أنا برأيي إنه الابتكار ضروري جداً لحتى تقدر أتليست تتمكن هيدا البراند إنه يستمر. صار في كتير كومبيتيشن كتير قوية لحتى يقدروا يعملوا هالإنوفيشن، لحتى يبينوا different من غير براند. في إبداع ما في شك بكم صنف مش بكل شيء، إنه اليوم كتير شركات عم تجرب إنه تخلق أشياء جديدة، وعم نشوف بالأخص الشباب طالعة عم تتفنن وتخلق سلع جديدة، عدا إنه الشركات العالمية عندها بادجت أكبر لتقدر تحسن وتقدم للمستهلك بضايع أكثر مودرن. اليوم العالم والمنتج والمنتج واللي عم بيشتري ليه عايز يكون في دائما افكار جديده، فهذا اليوم دور الابتكار، دور الافكار، وبالعكس بلا افكار وبلا ابتكار برايي بكون عم نرجع لورا.